مقر الزعيم ورشة دائمة وعمل ما بيتوقف. بإطار اللقاءات الأسبوعية التسقيفية انعقدت جلسة نقاش طابعها اقتصادي نقابي، وكانت إضاءة من الأستاذ مصطفى سعيد على مسألة الركود وتجربة هيئة التنسيق النقابية. نشكر دعوتنا لنعمل هالجلسة المشتركة. حابب أنه نتعرف على بعض واسمع من كل واحد، مش بس اسمه أو اسمها، أيضا إذا عضو بنقابة أو إذا عنده خبرة أو عنده خبرة بالعمل النقابي. الفكرة اللي أنا بدي ناقشها أنا وياكم هاو مش مثل بعض. نقابة المهن الحرة هي تختلف تماما عن النقابة العمالية. احنا أمام مجموعة من الشباب اللي يعني عندهم حماس، ولكن يتطلب منهم بذل جهد أكبر، سواء بالاطلاع على تاريخ المجتمع اللبناني بشكل أفضل، خاصة الجانب العمالي النقابي. أما أندري أبو عواد اللي وصل على مقر الزعيم برفقة نعيم زين، فحكي مع الشباب بموضوع معاصر جدا، وهو تنمية قدراتهم باستعمال مواقع التواصل لإيصال رسائلهم. بدنا أكتر عالم يشوفوكم ويعرفوكم، مش بس على الشاشة، على السوشيال ميديا تصيروا professional online presence لألكم، والعالم يصيروا interacting معكم ويحبوكم أكتر. ويلي بدو يشتغل سياسي ويكون زعيم مختلف لازم يسلك طرق التواصل الحديثة لمخاطبة الرأي العام وطرح أفكاره. المشتركين كلهم عندهم فيسبوك بيج وthey are active على السوشيال ميديا، فكتير مهم أنه هالمشتركين يكونوا عم بيوصلوا الهدف تبعهم والرسالة اللي عندهم إياها للأشخاص عبر السوشيال ميديا.